اوكي شباب، السلام عليكم. في المحاضرات الأربعة الماضية حكينا مقدمة عن بعض الأشياء اللي نحتاجها حتى نبني الكومبايلر. بدأنا نحكي عن مكونات الكومبايلر، نفتح البوكس وكل كومبوننتس ايش بتعمل، ومن ثم بدأنا بالمقدمة بحيث انه حكينا عن شيء اسمه regular language. هذه الريجولار لانجويج قلنا عرفناها انه هي اي لانجويج يمكن التعبير عنها واحده من الثلاث مودلز، يا اما ريجولار اكسبريشن، يا اما ان اف اي، يا اما دي اف اي. هذول الثري مودلز عشان اعبر عن ريجولار لانجويج. فرجيناكم كمان كيف اثبتنا انه هذول الثلاث مودلز متكافئات، بحيث شرحنا او اثبتنا من خلال الالجوريثم لو كان واحد من المودلز انبوتس كيف نوصل للموديل الاخر او للريبريزنتيشن الاخر حتى نعبر عن اللانجوج. بعد هيك جينا فرجينا في المحاضره الماضيه انه كيف نعمل مينيمايز لعدد الستيتس اللي ممكن تكون موجوده في الدي اف اي او في الان اف اي، لانه عمليه المينيمايزيشن أو تقليل عدد الستيتس هذه بتقلل بكثير أشياء، منها أول شيء الكودز وتعقيد الكودز. الشغلة الثانية بتخفف في الميموري، فلذلك ممكن نكتب الكومبايلر بشكل مور يعني مور بروفيشنال ومور أكيوريت. أوكي؟ اليوم إن شاء الله رح نيجي نحكي عن أول كومبوننتس في الكومبايلر بحيث نفصل كيف انبنت هذه الكومبوننت، وهي الليكسيكال اناليزر. وهي الليكسيكال اناليزر زي ما انتم شايفين الليكسيكال اناليزر هذا اول كومبوننتس في الكومبايلر. هذا الكومبوننتس حكينا قبل هيك بدخل له السورس كود الموجود في احدى لغات البرمجه. شو بيعمل؟ بيعمل شغلتين. الشغلة الأولى إنه بيقسم، أوكي؟ بيقسم هذا الكود إلى مجموعة من التوكنز. مجموعة من التوكنز، إيش هم التوكنز؟ التوكن هي أقل أو أبسط وحدة في بناء اللغة. أبسط وحدة، يعني ممكن تقسيمها إلى أجزاء أبسط منها. أبسط وحدة في بناء اللغة بسمونها التوكنز. مثال عليها. مثلا على سبيل المثال الكيوردز. الكيوردز هذول وحدات من اصغر الوحدات في اي لغه برمجه. اوكي؟ مثلا عليها كمان السيمبلز. السيمبلز هذول تعني شيء بالنسبه للغه الكومبايلر، صح؟ مثلا ليس ذان، جريتر ذان، ليس ذان اور ايكوال، هذول كلهم مجموعه من السيمبلز. مثلا كمان الايدنتيفايرز. اوكي الايدنتيفايرز اللي مثلا اسماء الفاريبل، اسماء الفانكشن، هذول كلهم عباره عن ايش؟ عباره عن توكنز. ف الليكسيكال انالايزر باخذ هذا السطر، اوكي، بروح بقسم لي اياه الى توكنز، وبحدد كل توكن شو نوعها. هل هي كيورد؟ هل هي سمبل؟ هل هي ايدنتيفاير؟ اوكي، وات ايفر شو هذا التوكنز. الان لما بيجي بقسم التوكنز كمان الليكسيكال انالايزر شو بيعمل لي؟ بشيل لي الوايت سبيسز. بشيل لي الوايت سبيسز. لما تقول انت وايت سبيسز اللي هي الفراغات، وعم بيطلع لي التقسيم بشيل لي الوايت سبيسز اللي هي الفراغات. الفراغات ممكن تكون فراغ واحد، ممكن تكون مجموعه فراغات ورا بعض، ممكن تكون النيو لاين هذا عباره عن وايت سبيس بنسميه. التاب هذا عباره عن وايت سبيس اللي هو عباره عن 6 سبيسز. اوكي، فاي مجموعه من الوايت سبيسز هذول ايش مالهم؟ بيعمل لهم ترند بشيل الوايت سبيسز وبيقسم الى توكنز. اوكي، عشان هو عمليه التقسيم لاحظ هذا مشبوك مع كومبوننت اسمها سمبل تيبل. لما يجي يقسم الى التوكنز ضروري جدا يرجع لمين؟ للسيمبل تيبل. السيمبل تيبل بحيث انه ياخذ يشوف التوكن هاي ايش النوع تاعها. يعني لقى مثلا فور اكزامبل سيمبل،
اوكي هذا السيمبل عباره عن اثماتيك اوبريشن عباره عن اساينمنت اوبريتور اوكي ف توكن تتكون من شغلتين الشغله الاولى اللي هي كيف ظهرت والشغل الثاني ايش النوع تاعها وهذا وظيفه الريسك اناليزر احنا في هذا الشابتر راح نشوف كيف انبنى او على اي اساس انبنى الليكسيكال اناليزر اوكي الان خلينا نشوف كيف بيشتغل الليكسيكال اناليزر كيف بيشتغل الليكسيكال اناليزر زي ما انتم شايفين هون في عندي طبعا اللي بيطلع من الليكسيكال اناليزر وين بروح بالمناسبه اللي قبليها هذا اوكي اللي بيطلع من الليكسيكال اناليزر وين بروح التوكنز وين بروحوا على البارزة صح؟ فالانبوتس تاع الليكسيكال اناليزر راح يروح لايش؟ للبارزة وعادة شباب بس احنا هون للتبسيط اوكي؟ الليكسيكال اناليزر والبارزة في كثير من الاحيان او في معظم الاحيان بكونوا از كومبوننتس واحدة بس احنا هون بدنا نفصل حتى نبسط الامور اكثر اوكي؟ الان خلينا نشوف كيف بتتم العملية انتبهوا كيف بتتم العملية؟ العملية بتتم بالشكل التالي في عندي inputs هو سطر الكودز هذا الانبوتس راح ايش نبعثه للسكانر كيف نبعثه للسكانر نبعث او بنبعث للسكانر بصير ياخذ منه ايش حرف حرف لاكو بصير ياخذ منه حرف حرف يعني على سبيل المثال يجي انا بعثت له I don't know x بتساوي y زائد b مثلا على سبيل المثال اوكي ببلش يقرا اوكي بهاي الستيتمنتس ويبعث حرف حرف لمين للليكسيكال اناليزر او بسموه طبعا له اسم اخر للليكسيكال اناليزر اللي هو السكانر ودي له حرف حرف هذا السكانر لاحظ اوكي اسف الان الهارت تبع الكومبايلر قبل ما يعني مين بيعطي امر للسكانر انه اشتغل السكانر الهارت تاع الكومبايلر اللي هو ايش البارزر الهارت تبع الكومبايلر اللي هو البارزر مباشره بيودي سيجنال لمين للسكانر بقول له يا سكانر لو سمحت بدي اعطيني توكن اعطيني توكن لاحظ ودى سيجنال للسكانر فبطلب منه توكن مثلا بيكون السيجنال هاي عباره عن ميثود انه بطلب منه النكست توكن اوكي الان بيشتغل مين السكانر بس يشتغل السكانر بصير يروح على الانبوتس على الستيتمنتس هاي اللي قدامنا اوكي وياخذ ايش ياخذ ايش كاركتر لاحظوا هون وين يطلب منه ايش كاركتر الان بيطلب الانبوتس بس يطلب كاركتر بيودي له كاركتر بيروح بالتعاون مع السيمبلتين اوكي والريجولار اكسبريشن الموجودات اللي هي ان اف اي او دي اف اي او وات ايفر كانت اللغه اللي بعبر فيها يعني اللانجوج اوكي بتعاون مع السيمبل تيبل والدي اف اي الموجوده بشوف انه هذا الكاركتر اللي لحد الان او مجموعه الكاركتر اللي ماخذه لحد الان هل بكون توكن؟ اذا كون توكن مباشره بغلفها وين برميها؟ للبارزر بوديها للبارزر فاذا طلب كاركتر من الانبوتس الان الانبوت وداله هذا الكاركتر تستمر هذه العمليه بشكل دوران بين السكانر والانبوتس حتى يكون توكن بس يكون توكن اوكي وين بروح فيها؟ ببعثها لمين؟ للبارزر واضحه؟ كيف؟ البروسيجر اللي بيتم وشو هو السيستم كول او شو هو الكول اللي بيتم حتى انه يعني البارزر يطلب توكنز من السكانر اذا الهارت مره ثانيه هو عباره عن البارزر بطلب من السكانر توكن السكانر ببلش يقرا من الانبوتس ايش؟ حرف حرف اوكي حتى يكون توكن ومن ثم هذا التوكن بروح بوديها لمين؟ للبارزر واضحه؟ ممتاز اوكي الان فهذا كمان
نفس الشيء كنت بحكي فيه انه عاده في البارزر والاكسكنالايزر بيكونوا كومبوننتس وحده بس هون احنا ايش مشان فقط ايش التبسيط. اوكي في عندنا مجموعه من الديفينيشنز اللي لازم انك تعرفه. اوكي هذا الديفينيشن اول شيء اللي هم التوكنز. شو هم التوكنز؟ حكينا شو التوكنز؟ ابسط اليمنت بلغه البرمجه بنسميه توكن. ممكن يكون مره ثانيه ايش؟ كيوردز سمبل ايدنتيفايرز. اوكي هذول كلهم عباره عن توكن. اوكي حلو الان في عندنا مصطلح بسموه الباترن. اوكي الباترن هو عباره عن ايش؟ رول عشان نوصف فيها ايش؟ السترينج. الرول القاعده اللي بوصف فيها السترينج بسموها ايش؟ باترن. يعني اذا بتوصف السترينج انه مثلا ببلش بالاي وبي وبنتهي بالسي دي. اوكي فبتحط له باترن معين. اوكي هذا الباترن او هاي القاعده ممكن تكون ايش؟ ريجولار اكسبريشن. ممكن تكون دي اف اي، ممكن تكون ان اف اي. فانا بعبر عن الباترن ايش؟ باكثر من اسلوب منها الريجولار اكسبريشن. اوكي ممتاز. الان في عندنا مصطلح كمان اللي هو اللاكسين. اللاكسين اللي هو السترينج اللي ايش؟ اللي بيعمل ماتش لباترن معين، لرول معين. اوكي مثلا على سبيل المثال لو انا اجيت حطيت ريجولار اكسبريشن تاني فور اكزامبل ار او اي بي ستار اي، هاي عباره عن ريجولار اكسبريشن صح؟ هذا ريجولار اكسبريشن شو بيمثل؟ كل الكلمات تبدا بالاي تنتهي بالاي وبالنص بيكون في ايش؟ زيرو اور مور من البيس صح؟ اوكي الكلمه اي بي اي هاي الكلمه السترينج هذا حقق البتن ولا ما حققهوش؟ عفوا فبنسمي هاي الكلمه اللي بتحقق البتن ايش؟ لاكسين. شو بنسميها؟ لاكسين. اوكي؟ طيب ذاتس جود. الان اذا صار في عندي ثلاث شغلات مهمه تعرفها وتميز بيناتهم، صار في عندي شيء اسمه توكن. اوكي؟ صار في عندي شيء اسمه باترن وصار في عندي شيء اسمه لاكسين. اوكي طيب التوكن شو بتختلف عن اللاكسين؟ التوكن فيها شغلتين. التوكن قلنا هي ابسط وحده من مكونات واحد من لغات البرمجه صح؟ اوكي فهو ممكن يكون فيها او مش ممكن هي فيها سترينج وشو النوع تبعها؟ شو حكيت لكم انا مثلا على سبيل المثال الاساينمنت ايكوال وهي عباره عن اسمها ايش؟ اساينمنت فالتوكن هي باكج مكونه من شغلتين من لاكسين اللي عمل ماتش للبتر بالاضافه لايش؟ للنوع تبعه مش البتر النوع تبعه. اوكي طيب ذاتس جود مثال عليها مثلا فور اكزامبل خلينا نشوف فور اكزامبل. اوكي مثلا التوكن طبعا مرات احنا جدلا يعني بتلاقي كثير من الكتب بتلاقي يقول لك ما بيميزكش بين التوكن واللاكسين ما بيميز لك بيناتهم بس هينا هون احنا ميزناهم او بيجي يحطوا الثنتين نفس الشيء مثلا على سبيل المثال شوف التوكن هاي تمثل الوايد اللي هي النوع ماشي الحال واللاكسين وايد الريجولار اكسبريشن كمان وايد لانه مجموعه الحروف هذا مش ريجولار اكسبريشن بيجي يقول لك اللاكسين وايد. اوكي طيب حلو فور اكزامبل كمان الريليشنال اوبريتر اللي هي هاي النوع التوكن ماشي الحال ايش فيها؟ او ايش البتر بتاعها؟ يساوي اور او ايكوال السمبل ايكوال اور هذا بدون الاكسبريشن نوت ايكوال اور ليس ذان اور لجريتر ذان فالتوكن اللي هي النوع بالاضافه للاكسين يعني الاكسين هو جزء من مين؟ من التوكن فمثال على لاكسين بيس على هذا الريجولار اكسبريشن اللي هو مثلا فور اكزامبل الاسلام ايش اعرف الاسلام هذا السمبل هذا يمثل ايش؟ لكسين. اوكي مثال اخر مثلا شوفوا مثلا التوكن انتجر والريجولار اكسبريشن
تاعنا اللي هو الارقام 0 ل 9 كيلو جرام. مثال عليها مثلا 42 اللي هو الاكسين صح؟ حلو. الان شباب هذا اكزامبل. هذا اكزامبل شو راح يصير عندي في الليكسيكال انالايزر. الليكسيكال انالايزر بدخل له هذه الستيتمنتس اللي قدامكم اللي ان ار نقطتين ايكوال ار ضرب 32 زائد سي. هذه الجمله بالمناسبه مكتوبه في الباسكال. الباسكال الاسايند ستيتمنتس مكتوبوها كولن نقطتين ومن ثم ايش؟ يساوي. اوكي؟ فشو هم مجموعه التوكنز الموجوده في هذا الستيتمنت؟ لما بيجي الليكسيكالايزر بقسمها لمجموعه توكنز صح؟ ببلش ياخذ ايش؟ حرف حرف. طيب فببلش مثلا فور اكزامبل اخذ الاس الاي الزد الاي اوكي؟ هذول كلهم بعدين اجى نقطتين. اذا اللي قبليها كلهم ينطبق عليهم الريجولار اكسبشن تبع مين؟ تبع الايدنتيفاير. فاجا قال التوكن هي عباره عن اي دي اختصار ايدنتيفاير فاصله ايش؟ اللكسين اللي الكلمه اصلا شو ظهرت. التوكن اللي بعدها اللي هي ايش؟ الاساينمنت اللي هذه واللكسين تاعها اللي هو السمبل نقطتين ايش؟ ايكوال. طيب شوف اللي بعديها شو هي؟ الار هاي شو مطبق عليها؟ ايدنتيفاير واللكسين ار. فالثنتين مع بعض اللكسين مع النوع يمثلوا ايش؟ التوكن اوكي؟ طيب شوف اللي بعديها، شوف عندنا ضرب. الضرب هو عباره عن ارثمتيك سمبل. 32 هاي عباره عن ايش؟ انتجر. البلس هاي عباره عن ارثمتيك سمبل فور اكزامبل. اوكي والسي هاي عباره عن ايش؟ فلاحظ الان هذه الجمله بس تدخل على الاكسكرانايزر هو ببعث ايش؟ مجموعه التوكنز اللي قدامكم لمين؟ للبارزر. اوكي؟ طيب مين اللي مشغل البارزر مره ثانيه تذكروها؟ او مين مشغل الاكسكرانايزر عفوا؟ البارزر يعني الهارت تاع الكومبايلر اللي هو البارزر. اوكي شباب لما نيجي احنا نعمل هلا بنشوف كيف بنعمل امبلمنتنج للليكسيكال انالايزر. بنعمل امبلمنتنج للليكسيكال انالايزر بدخل عندنا مجموعه من الايشوز لما تعمل لو امبلمنتيشن. اوكي اول شيء من الاشياء يعني عمليه انك تعمل امبلمنتيشن للليكسيكال انالايزر في كثير مواضيع تدخل فيها ومهم جدا حتى انه نبني الكومبايلر بشكل افشنت. اول وحده فور اكزامبل الانبوت بفرنج. الانبوت بفرنج انا هو اصلا فايل موجود مش فايل الكود موجود على فايل صح؟ مش بتكون كاتبين كود مثلا بالسي بس بلس او باسكال بتكون حاط كودك بالسورس كود بالفايل. فالان الكومبايلر بروح بجيبه من وين؟ من الفايل هذا الكود. طيب عشان اصلا الكومبايلر وين موجود؟ وين بيكون موجود الكومبايلر؟ بالميموري وقاعد السي بي يو هو اللي شغال صح؟ السي بي يو ماشي الحال. الان السي بي يو تشتغل هل من وين بتاخذ بياناتها؟ هل بتاخذه من الهارد ديسك محل موجود الفايل ولا من الميموري؟ من الرام او من الميموري صح؟ اوكي؟ فلاحظ الان اذا عمليه النقل او عمليه انه الكومبايلر هذا ياخذ الحروف او النصوص الموجوده في الميموري هل ياخذها كل مجموعه حروف مع بعض؟ يعني يستخدم بفر؟ وقديش حجم البفر لازم يكون؟ ولا ياخذها حرف حرف؟ هذا تعمل ايش؟ تريد اوف. تعمل تريد اوف، يعني لو كان انا عندي ميموري كفايه مثلا ميموري بحجم معين الافضل انه اخذ بفر بدل ما انه يظل رايح جاي على الهارد ديسك مسافه طويله. فراح يصير وقت الكومبايليشن شو ماله؟ طويل. اما لو كان في بفر انا باخذ مجموعه لعند السي بي يو بصير ياخذ ايش؟ منهم هذا حرف حرف بس يبغى صغير بجيب مجموعه ثانيه شو بصير عندي؟ عمليه تسليم. بس ممكن ايش؟ انا تكون الميموري عندي شو مالها؟ قليله فاضطر البفر يقل حجمه. فهذه بدخل يعني فيها كثير اشياء انت عملت تعمل ديزاين للكومبايلر. اوكي؟ طيب حلو. كمان
الباترن هذول احنا بنعبر عن اللانجوج. طبعا اساس دبل هو اساس الليكسيكال انالايزر انه تقدر تعرف شو هو التوكنز صح. التوكنز اللي بيطلع شو هو التوكنز اللي هو الباترن صح. والباترن هو عباره عن رول صح. والرول هي عباره عن ريجولار اكسبريشن صح. احنا بهمنا انه اوكي الان بالكومبايلر في عندنا اذا مجموعه من الريجولار اكسبريشن كيف نعمل اكسكيوتابل ماشي الحال فورم للريجولار اكسبريشن. كيف نحول الريجولار اكسبريشن لاكسكيوتابل فورم فور اكزامبل مثلا دي اف اي وكيف نعبر عن الدي اف اي اوكي وكيف نعبر عن الدي اف اي. يعني النقطه الرئيسيه بالليكسيكال انالايزر اللي هي الباترن يعني معناها الريجولار اكسبريشن. الريجولار اكسبريشن بفهموش بدنا احنا شيء على شكل اف ستيتمنتس او على شكل تيبل معناته بدي اعبر عن الريجولار اكسبريشن دي اف اي واضح اللي بحكي. فهذه مش بتدخل انه كيف الاكسكيوتبل فورم بدك اياه تاع الريجولار اكسبريشن تاع الرول اللي مهم بالنسبه للباترن اوكي. كمان بهمك انه الكومبايلر لما تيجي تبني انه بكون عنده المقدره انه ياخذ عدد كبير لارج نمبر اوف توكنز اوكي لارج نمبر اوف توكنز على ماشين. كيف يعمل مانجمنت انه بحيث انه يتعامل مع توكنز بعدد كبير شو الريبريزنتيشن اللي بدنا نستخدمه حتى يعبر عن هذول التوكنز اوكي. والشغل الاهم احنا قلنا الهارت اللي هو البارسل صح معناته بدنا انترفيس بدنا لغه تبادل تخاطب بين ايش وايش بين الليكسيكال انالايزر والبارزر. هذا بده يودي له شيء بده يكون الشيء على فورم معين اللي يقدر يفهمه ايش البارزر والعكس صحيح اللي هو يقدر يفهم عليه المسجات انه الان مطلوب توكنز. يعني بس ليش تبني انت بتبنيهوش كوحده مستقله بتحط ببالك انه في another components شو مالها بدك تتعامل مع هاي الكومبوننتس. فبدك تبني انترفيس بحكيش عن جرافيك يوزر انترفيس انا مش عارفه بحكي عن لغه تخاطب اوكي بحكي انترفيس لغه تخاطب between هذول two components اوكي. كمان عشان اسهل العمليه هاي كلها وما نرجعش كل مره لبني كومبايلر نختار العجله اوكي. اجوا المخصصين بالكومبايلر اختصروا بعض هذه الخطوات بحيث انهم عملوا لنا تولز. شو عملوا؟ تولز. هاي التولز عندها المقدره انها تبني لك ليكسيكال انالايزر ضمن المواصفات تبعك. يعني انت ما بهمنيش انا بهمني اني اعمل ديزاين لللانجوج. اعمل ديزاين لللانجوج ومن خلال تول بتروح تبني لي ليكس انالايزر، يعني تبني لي كود لليكس انالايزر هو جزء من مين؟ من الكومبايلر. فما بضطرش اني ارجع كل شيء اعمله هارد كودد، اني انا اكتب كود. اوكي؟ ففي عندنا تولز هنعلم عليهم هذا الفصل ان شاء الله اللي هو من خلالها بقدر ابني لكسيكال انالايزر. اوكي؟ طلعوا مثلا على هذا الشيء اللي قدامنا. احنا حكينا انه الباترن او الريجولار اكسبريشن هو عباره عن ان اف اي اوكي. والان اف اي هي اللي بتجيب لك ايش؟ تعمل لك ماشي انه هاي الكلمه مقبوله في اللانجوج او لا صح؟ اي اوكي. كل كلمه تبع كل كلمه لها ان اف اي خاصه فيها منطق؟ كل كلمه لها ان اف اي او لها ريجولار اكسبريشن خاصه فيها. بس احنا بهمنا انه ايش؟ انه نعمل ان اف اي يمسك لي او يعمل لي كابتشر لاكبر عدد من ايش؟ من التوكنز. فممكن ايش؟ فلاحظوا فور اكزامبل هاي الان اف اي شو بتجيب لي؟ اي كلمه؟ البيجن الان اف اي الثانيه فور اكزامبل بتجيب لي الفاريبلز اسماء فاريبلز ايدنتيفاير. لاحظ؟ طبعا الاصفر اللي هو الستارت والاخضر اللي هو السمبل الفاينل
اوكي فهاي انا افئه لكلمه هاي انا افئه ايدنتيفاير بهمنا انه بدي انا افئه بالنهايه الهم كلهم يعني دمجهم مع بعض بحيث انه كل الانف ايز كل الانف ايز بصير انا افئه واحده وشو ما اجاني يكون الانبوتس انف اي واحده او لدي اف اي ويطلع مني منهم ايش ان التوكنز هاي مقبوله او لا وشو نوعها اوكي او السترينج هذا مقبول لحد هاللحظه هاي وايش النوع فلاحظوا لما تدمج التو ان اف ايز بتاعت البيجن وبتاعت الوايت سبيس ممكن يطلع معانا ان اف اي بهذا الشكل وتخيلوا هذول بس لثنتين هذول بس لثنتين كيف؟ لو كانوا لمجموعة اللي هم المكونات أو مفردات اللغة كاملة، أوكي؟ طيب حلو، إحنا هون بدنا نستخدم tools عشان نبني lexicalizer لأنه أنا ككمبيوتر ساينس أنا بهمني كيف تعمل ديزاين للانجوج مثل سي بلس بلس او باسكال او ريفر وبعدين انك تنشئ بيس على الديزاين تاعك كومبايلر خاص فيك اوكي ففي عندنا تول بتوفر هذه الخدمه تول جاهزه مش داعي ارجع اخترع العجل هذا اللي بحكيه دائما فهاي التول فور اكزامبل اسمها ايش؟ اللكسر اللكسر هذه عباره عن تول مكتوبه بالسي بلس بلس فيها حوالي 1000 سطر 1000 سطر من الكود بالسي بلس بلس عندها المقدره انها تعمل لك جنريت لايش؟ للكسيكال انالايزر ضمن المواصفات بتاعتك ضمن المواصفات بتاعتك يعني معناها خلينا تحكي مع التول هذا تعطيها المواصفات تبعت ايش؟ الشيء اللي بده يكون مقبول بالنسبه لهذا الليكسيكال انالايزر شو يعني؟ بتعطيها شو مفردات اللغة؟ وإيش الريجولر اكسبريشن لكل مفردة؟ إن كانت يعني شو المكونات تاعت اللغة؟ وبعطيهم الريجولر اكسبريشن لكل مفردة، فهاي مباشرة بتكتب بعمل لك بتعمل لك جنريت لليكسيكال انلايزر يعمل لك إيش؟ ديتكت للكلمات اللي من هذا النوع. طيب حلو. بنتعلم عن هذا التول. اوكي شباب عشان تتعلم على هذه التول ان كانت الليكس طبعا في عندنا ليك في عندنا تولز مكتوبه بالسي بلس بلس اوكي اسمها الليكس واللي مكتوبه اللي بيطلع لك كومبايلر مكتوب بالسي بلس بلس هي طبعا اوكي شو في عندنا واحده بتطلع لك كومبايلر مكتوب بالجافا وواحده بتطلع لك كومبايلر ايش؟ مكتوب بالسي بلس بلس وهي اصلا مكتوبه بايش؟ فور اكزامبل بالسي بلس بلس التول نفسها بس الكود اللي بيطلع منها للكومبايلر او مش للكومبايلر للليكسيكال انلايزر يا اما بيكون مكتوب بالسي بلس بلس حسب ما بدك يا اما بالجافا عملوا نسختين منها واحده سموها ليكس وواحده اسمها جي فليكس اوكي جي فليكس فواحده عشان السي بلس بلس وواحده عشان ايش؟ عشان الجافا عشان تطلع انت كومبايلر او تطلع ليكسيكال انلايزر مكتوب بالجافا او مكتوب بايش؟ بالسي بلس بلس اوكي طيب عشان تقدر تتعامل مع هذا التول اول شيء لازم تشوف كيف تخاطب مع هذا التول يعني معنى اخر بدك تتعلم السبيسيفيكيشن كيف تكتب يعني كيف تحكي للتول انه انا بدي التوكنز هي الاكسبشن تاعها اوكي شو يعمل لما الاقي التوكن يطبع لي الاسم ولا يودي لي اياه للبارسر ولا يعمل شيء معين اوكي فبتتعلم السبيسيفيكيشن تاعت هاي التول شو الاشي اللي تخاطب فيها من خلال هذا التول. بعد هاي بتعلم السبيسيفيكيشن بدي اصير اكتب كود تبعوا لهون كود او حدد السبيسيفيكيشن اللي بدي اياها لللانجوج تاعتي. شو ما كانت اللانجوج ممكن تكون لغات برمجه ممكن تكون نصوص عاديه اللي بدك اياه تحدد السبيسيفيكيشن تكتب السبيسيفيكيشن تاعها. بعد هيك تيجي تودي هذا السبيسيفيكيشن للليكس اللي هي التول هاي مره ثانيه تول ليكس هي عباره عن ايش؟ ليكسيكال انلايزر جنريتر ليكسيكال انلايزر جنريتر اوكي فهذه بتروح مباشره بتروح بتعمل لك ايش؟ جنريت لليكسيكال انلايزر مكتوب بايش؟ بالسي بلس بلس اذا كان جي فليكس مكتوب بايش؟
بالجافا. يعني كود للكسيكال انالايزر اللي هو جزء من الكومبايلر، اوكي، مكتوب مثلا فور اكزامبل بالجافا. هذا الكود لازم نوديه وين؟ مكتوب بالجافا صح؟ لازم نوديه عشان نسوي منه اكس اي فايل، او كان مكتوب بالسي عشان نسوي منه اكس اي فايل، اوكي؟ لازم نوديه للكومبايلر صح؟ لازم ابعثه للكومبايلر تبع الجافا او تبع السي بلس بلس. الكومبايلر شو تسوي فيه؟ بيروح ببني ايش؟ الليكسيكال انالايزر. التوب ببني الكومبوننتس اللي انا طلبتها، ببني لي اياها. هلا صار عندي كومبوننت منفصل انتج لي اياها ايش؟ الليكس. هاي الكومبوننت طلع هون، هي اللي هي الاكس اي فاين. هاي الكومبوننت شو بتصير تدي لها انت؟ انبوت وشو تطلع لك؟ توكنز. اوكي؟ فببنيها بهذا الشكل. اوكي؟ الان بهمنا نتعلم السبيسيفيكيشن بتاعت الليكس، اوكي، او بتاعت الجي فليكس. السبيسيفيكيشن احنا بنكتب سبيسيفيكيشن يا بس سي بلس بلس او ان من جافا عشان نقدر ننتج لكسيكال اناليز. اوكي شباب، هذا الليكس او الاف فليكس، هذا بالسي بلس بلس، هذا سبيسيفيكيشن تبع الهول عشان تقدر تفهموها بشكل جيد. اوكي، هذا الفايل، هذا فايل متكامل عشان ينتج لي لكسيكال انالايزر بمواصفات خاصه. الفايل بيكون، لان نتعلم سبيسيفيكيشن، اوكي، بيكون مقسم الى كم جزء؟ ثلاث اجزاء زي ما انتم شايفين الالوان مختلفه الالوان. ماشي، بيكون مقسم الى ثلاث اجزاء بفصل بيناتهم البيرسنت بيرسنت. اذا البيرسنت بيرسنت لها معنى بالنسبه للتول، بحيث انها تفصل لي ايش؟ بين الثلاث اجزاء. الثلاث اجزاء هذول لهم اسم. الجزء الاول هو عباره عن ديفينيشن للكود او للريلاكسيشن. يعني انت بتحط الديفينيشن اللي بدك اياه، بتعرف فاريبلز، اوكي، اذا كنت بدك تعرف فاريبلز جوات هذا الليكسيكال انالايزر، بدك تعرف ريجولار اكسبشن شو، مثلا تعمل له اختصار معين، بتحطهم كلهم وين؟ الديفينشن للكود بالبارت تاع الديفينشن. ولاحظوا اذا كانوا مثلا فور اكزامبل فاريبل بيسموهم على شكل بلوكس. البلوك مثلا بعرف مجموعه من الفاريبل، طلع مجموعه عرفتها. شار كاونت زيرو، وورد كاونت بتساوي زيرو، لاين كاونت زيرو. الان هذول مجموعه فاريبلز عشان ياخذ الفاريبلز هو زي ما هم ويروح يحطهم بالكود تبع الليكسيكال انالايزر تاعي، بحطهم بتوين ايش؟ البيرسنت، بفتح قوس بيرسنت بسكر قوس. هذا الكود باخذه زي ما هو، وين بحطه؟ بالليكسيكال انالايزر اللي بتعمل له جنريت التول تاعتي. اوكي، ولاحظوا كمان هي حاطه هنا شغله ثانيه، هذا عباره عن ريجولار اكسبشن، هذا شايفينه، هذا براكت مش عارف ايش الى اخره، هذا ريجولار اكسبشن. بدل ما كل مره اكتب هذا ريجولار اكسبشن اعطاه اسم بس، سماه شو؟ وورد. يعني فقط عشان اعمل تعريف لبعض الريجولار اكسبشن اعطيهم اسماء بس، عشان اصير اتعامل خلال اسماء. اوكي؟ الان خلينا نشوف البارت الثاني. البارت الثاني هذا هو البارت المهم جدا جدا جدا. البارت الثاني بيكون فيه عمودين. اوكي، او سطور، اسطر مقسم الى عمودين. ومن العمود الاول بيكون في الريجولار اكسبشن، والعمود الثاني بيكون موجود فيه الاكشن. يعني اذا تحقق هذا البتر شو يعني؟ اذا الكلمه حققت هذا البتر شو يعني؟ يغني، يرقص، يسوي الشيء المناسب او اللي انت بدك اياه. اوكي، فهذا البارت بنسميه ايش؟ البارت تاع الرولز، وهو عباره عن بيرز من ايش؟ من الريجولار اكسبشن والاكشن، وبيناتهم طلع فراغ. بس بحط فراغ، لاحظ هذا ريجولار اكسبشن. الان شوف مثلا اذا تحقق هذا الريجولار اكسبشن شو بده يسوي؟ تقدر تفهم لحالك بده يزيد ايش؟ الورد كاونت، بده يزيد الشار كاونت بمقدار ايش؟ طول النص،
for example. إذا تحقق هذا regular exemption تزيد char count وتزيد line count. إذا تحقق هذا regular exemption بيعمل هيك. أوكي؟ والبارت الأخير اللي هم اليوزر روتينز. هم الفانكشنز. تعال اليوزر اللي سي بلس بلس مش بنكتب فانكشنز. واحد منهم مين هو؟ المين ميثود اللي من عنده يبلش من وين؟ التنفيذ صح؟ اوكي؟ فانت هون لما تستخدم فانكشن خاصه بتكون فانكشن سي بلس بلس خاصه اوكي؟ تعملها كلهم ايش بتكتبهم في هذا البارت. ولاحظوا اي حطيت واحد منهم ايش؟ المين ميثودز وفيه جمل لاحظوا مكتوبات ايش؟ الجمل مكتوبات بالسي بلس بلس. لاحظوا هاي جمله برنت اف هاي الواي واي ليكس هاي اسمها عارف فانكشن فور اكزامبل اوكي اللي هو فانكشن اللي بشكل الليكس انا عايزها اوكي. هذا الاكزامبل اللي قدامنا بس عشان على اساس المحاضره الجايه ان شاء الله. هذا السبيسيفيكيشن فايل شو بيعمل؟ هذا بيعمل لي جنريت الليكسيكال اناليزر بحيث تودي له انت نص الليكسيكال اناليزر ويروح يعد لك كم بالنص هذا كم حرف موجود كم كلمه وكم سطر نتيجه هذا السبيسيفيكيشن. اوكي راح يعمل لك جنريت للليكسيكال اناليزر يعد لك بالنص معين يودي نص كم عدد الحروف كم عدد الكلمات وكم عدد الاسطر. اوكي المره الجايه ان شاء الله طبعا نفس الشيء بالنسبه للجي اف اكس. المره الجايه بدنا نفرجيكم في عندنا ريجولار اكسبشن. تعلمنا ريجولار اكسبشن احنا صح؟ الان الريجولار اكسبشن في الجي اف اكس او الاف اف اكس له اكستنشن يعني مش بس العمليات الرئيسيه مشتق منه عمليات اخرى. بدنا نتعلم الريجولار اكسبشن الموجوده ومن ثم بعدين نصير نكتب زي هيك اشياء بحيث نعمل جنريت للكسيكال اناليزر. Tudo bem, vamos puxar uma coisa.